إن المنايا تصرع الأقيال وتغيب الأعمام والأخوال وتعج من هول المصائب نسوة ذكلا جزعن فقد غدت تتوالى. كم من عزيز عز كان بماله متنعما وعلى الأرائك مالا. كم من زبر ما غزا في غزوة إلا وجندل في الوغى الأقيال. كم من أمير للخميس وقائد قد صال في أرض العراك وجال. كم من ملوك عظمت بل ألهت فوق القصور بملكها تتعالى. فاتت على الكل المنية وانطوت صفحاتهم فالموت حل فحالا. من لم يمت بالسيف مات بجلطة أو في الفراش بسكتة مغتالا. أنفاسنا معدودة عدت وذي الأيام تترى بالخطوب حبالا. قد أكثرت فينا الحراب وأنشبت هذه المنية ما بدت إقلالا. صبرا فإن الصبر يجمل بالفتى عند الحوادث لو صرعنا رجالا. فجميعنا لابد يحمل في غد فوق النعوش كحملنا منالا. يا آل خلفان الأحبة إنما هذا المصاب مصابنا لا زالا. فحميد كف وعاش عاش كأنه مثل الغريب ولم يكن ختالا. فحميد كف وعف عاش كأنه مثل الغريب ولم يكن ختالا. كم هش بش بأوجه لأحبة يلقاهم حياهم إجلالا. وبجامع المعمور كم شهدت له تلك العرائس لم يعش بطالا. طوبى لعبد قلبه متعلق بالمسجد الآوي به حلالا. طوبى لمن لله أخلص دينه وسمى بأخلاق الكرام كمالا. شيخان يا خالي العزيز وإن تكن أوقرت من هم النوى أحمالا. فالأجر عظم والمصاب مجبر والذنب جب بتوبة إقبالا. فضلا من الرب الرحيم ونعمة سبحانه قد جل عز تعالى. رباه أكرمنا بحسن خواتم وارحم أهالي ميتنا وعيالا. رباه وارحم ضعفنا فجسومنا لا لن تطيق غدا هناك وبالا. رباه سلمنا وكن متقبلا حسن الصنائع لو يكن نقلالا. ثم الصلاة على النبي محمد والآل كانوا في الوغى الأبطال. ما ناح في دوح الفلات متيم أو أشرقت شمس وواد سالا. أو دن رعد في السماء مسبح مولاه أو غيث المزون توالا. أو دن رعد في السماء مسبح مولاه أو غيث المزون توالا.